والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ثأر الله وابن ثأره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أللبلايا وللأسقام تبقيني، أم للرزايا وللآلام تذريني؟ يا والدي، من إذا سافرت يرحمني؟ ومن من الخوف والأهوال يحميني؟ وإن تعاظمت الحمى على جسدي، أغير كفك ماء البرأ يسقيني؟ وأنت تدري بما في الروح يا أبتي، فكيف يا مبتغى روحي تخليني؟ وحدي ودارك والأحباب موحشة، وكل زاوية فيها ستسبيني. هي عليلة الروح غريبة من دون أبيها، هي ليست الرقية الفراشة التي هوت إلى النور، هي ليست السكينة التي أسكن قلبها بنظرة أخيرة للحسين، هي ليست زينب التي حملت وتحملت ورأت المصاب بعينها وصدقت وأعلنت لله أن ما رأت إلا جميلا. هي هؤلاء جميعا، ولكنها هي وحدها العليلة التي رحل عنها الجميع، فلا أم ولا أب ولا عم ولا أخ يخفف من ألم وحدتها، ولا شفيق يؤنسها من مرضها. هي عليلة الروح الغريبة في ديارها، هي البريئة المنتظرة كل يوم أن يأتي والدها وعائلتها، ولكن شاءت الأقدار أن تكون مظلوميتها أو أن تكون مظلوميتها لنا درسا من دروس الإيمان بالصبر والرضا بقضاء الله وبانتظار الفرج. فإلى مصائب أهل البيت عليهم السلام وبنت الحسين فاطمة العليلة عليها السلام، نترككم مع الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة ينقلها سماحة الشيخ أحمد الأنصاري من خلال مجلسنا لهذه الليلة الثالثة من محرم وأحداث واقعة كربلاء، فليتفضل مشكوراً مأجوراً مصحوباً بالصلاة على محمد وآل محمد. نسأل الله في هذا المحرم أن تستجاب الدعوات، وأن نرزق الكرامات من أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ألا أن المذكور المأثور في دمعة أبي عبد الله الحسين عليه السلام إنها أحب القطرات إلى الله. عن الإمام الصادق عليه السلام، عن آبائه، عن رسول الله، حتى
كنا دمعة واحدة لو كانت من باكر للحسين فإنها تطفئ نار جهنم أو لأطفأت حر جهنم. في رواية عجيبة غريبة أنه لما يحاسب الإنسان ويؤتى بأعماله فيرون موازينه تختلف، فيرون أن السيئات تثقل والصالحات تخف، فيقال ملك من الملائكة هل له عمل؟ فيكشف عن الأعمال فيؤتى بشيء في طبق درر فتنشر أمامهم، يقولون ما هذه؟ يقال هذه دموع نثرها في مصاب الحسين عليه السلام. عندك عقيدة بيني ولا هذا نحكيني ولا ها قاعدين لعد هذه مو هيك بوين؟ يقول الاختلاف يصير في ثمنها، ما قدرها؟ يقول خذوها لرسول الله، يقول خذوها لأمير المؤمنين، كل منهم يبكي، خذوها لفاطمة تبكي فاطمة، خذوها للحسن يبكي الحسن، خذوها لصاحبها فإنها دموع نثرت في مصيبته. عندنا شكثر أحباب تحت التراب السنة وماهم بالمجال، عندنا شكثر شهداء، عندنا شكثر شباب، ولو لو نذكرهم في دمعة من دموعنا اللهم خفف عنهم أو أعلي درجاتهم. واي هذه بابا، واي هذه. فيقال سيدي أبا عبد الله ما قيمتها؟ شنو قيمتها هذه؟ يقال قيمتها جوارنا في الجنة، جيرتنا في الجنة تأتي من الدمعة التي تهطل على أبي عبد الله. لهذا لما تجي خاصة المجتمع العراقي، المجتمع العربي الشيعي بالخليج بالمكانات الأخرى اللي في أكثر، هاي أطفالنا تتعلم للبكي، أطفالنا تتعلم لللطم، أهلنا العناوين العجيبة الغريبة، أوتوماتيكيا تشوف المرأة والرجال والكبير والصغير الكل يأتي إلى هذا الباب. لهذا إنها تجمع بيد الملائكة. هسه الدمعة أكو دمعتين، وحدة من هاي اللي نشوفها زين ونحسها، بس قيمتها المعنوية تجمع بقوارير يقول، فتعطى إلى خزنة الجنان فيمزجوها بماء الحيوان. هذه عند العرفاء كلمات عجيبة غريبة، يقول لما تمزج بماء الحيوان فيحلو ويجلو للشارب أضعاف 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 ما كان عليه، مو بالمية وألف، أضعاف إلهية. بعد لا تقدير، إن الله سبحانه وتعالى عن رسول الله يقول لا تقدر بثمن، لا تقدير لثوابها. أكو مقولة علمية تقريبا بداية الألفين، أحد الأساتذة الكبار من جامعة طهران دزليها من زمان، وشفتها مذكورة في كتب تحقيقية أيضا حول مصيبة الحسين عليه السلام. من جملة ما يقولون، يقولون فحصنا الدموع، دمعة الفرح، دمعة الحزن، دمعة الشوق. باللغة العربية الدمعة تأتي إلى سبع أنواع. الإنسان بعض الأحيان هو لحالة قاعد ويبكي، يوم محزون مكتئب، يوم فرحان، يو يأمل شيء، يو يوجع شيء. هذه الدموع يقول كلها خليناها تحت المجهر، فشفناها الخلايا التي تجتمع منها
المادة التي تجتمع منها لا تتجاوز 60-65 إذا هواي عالية، إذا بحزن وألم وكذا. لكن يقول فحصنا بإثارة أحد المسلمين المؤمنين الموالين الحسينيين، قال أكو دمعة ما فحصتوها. قلنا ولا وأي دمعة؟ قال لهم دمعة الحسين. قالوا هاي شنو بعد؟ قالوا لا، ما تحصل إلا بمجالس. يقول لما جئنا أخذنا منها عينات من دموع البكائين، هو ويبكي وناخذ من دون ما يدري ومن دون ما يعرف، فوضعناها تحت المجهر، رأينا لها أكثر من 102، يعني تفوق الدموع بأكملها ضعف. فردنا نشوف شنه الأثر، أثر اعتقادي، أثر معنوي، أثر حقيقة وجود. لهذا لما نأتي إلى مجالس الحسين عليه السلام تشوف ما يضيع شيء. هذا أبو عبد الله، ولو شوية الإنسان يركز بالسيرة الحسينية، اليوم الحج قال مصيبة العليلة. كثير من عندنا ليش العليلة؟ أم سلمة، أم البنين، أزواج النبي اللي كانوا ويانا، زين، محمد الحنفية، عدم مصائب. لكن هذا البرعم من الحسين عليه السلام أدى شيء بحيث قلب المدينة لهذا التوسل به. في رواية أن النسل الحسني منها، فكانت تعرف كيف ومتى تحرك مشاعر الناس تجاه أبيها وعمها الحسن. نتوسل بهم ونقول أبا عبد الله، سيدي ومولاي أبا صالح، يا صاحب الزمان، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. فإلى أرواح من مات من أهل الإسلام على ولايتهم، أمواتنا جميعا، حفظ شبابنا، حفظ بيوتنا، حفظ ناموسنا، حفظ بناتنا، حفظ حجابنا، حفظ ديننا وإسلامنا ومذهبنا وعلمائنا وشبابنا وجيشنا وحشدنا. سائلين الله سبحانه وتعالى بتعجيل الظهور. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوق بالصلاة على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي، يا رسول الله، صلى الله عليك يا للقرآن
وللإسلام عضدا وللشيعة كفا ومعتمدا سبط الرسول وقرة عين البتول الغريب لا ناصر شهيد العراق الضامي بين النهرين مولانا ومولى الكونين أبا عبد الله الحسين يا حبيبي يا طبيبي يا نور عيني يا حسين حسين يا صوتك حسين يا حسين حسين يا حسين حسين يا حسين 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 يا حسين سارت سارت ركائبهم وسار فؤادي سارت ركائبهم وسار إثرهم يعدو وراء الحادي ودعتهم 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 وعلى الخدود مدامعي تهمي كأن بمغلتي غوادي لو شاهدنا عشية فارقوا والدمع يور القلب وريز نادي لرأيت أعضادا تلف وذرعا تطوى وأجيادا على أجيادي
يا راحلين يا راحلين يا راحلين وقد حفظت ودادهم عندي وما حفظوا حقوق ودادي وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقى فهوموا من قرحة لو أنها بي لملم نسفت نسفت جوانبه وساخ يلملم ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب بقي تروى الكلاب تروى الكلاب بقي ويضم الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقايا الكل هان ونويا يا الدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وويلا ويزيد في لذاته يا متنعم خرج الحسين من المدينة خائفا وويلا كخروج موسى خائفا يتكتم هلا بيك ولقد انجلى وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وتشرف به تشرفت الحطيم وزمزم لم يدر أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى على محارم لفول حسين نادى قض عنتم قوم ارشد بنيتك يا مشيم رفع راسه ونده يا واسع الباب قوم بساع طلع اختك يا عم وين صوتك قوم بساع طلع اختك يا عم خل نضعن قبل ما تسمع الناس وعلينا يا ابن ابوي الخلق تلتايم قصد عباس لخته وطبع عليها جذب سيفه وقاف ما بين ايديها شالت راسها وشافت ولي والله شالت راسها وشافت ولي سلام سلام وبوجه زينب تبسم
صاحت يا غلب جيتك يا عباس، يا راعي الزود يا شاسب النوماس، ايش عندك بالدرع معلين وبيطار، وشوف انك بجيتك هاي مهتم، قال الغو علي غشبح عينه، نريد السفر يختمني المديم. آه آه أخونا أهل العراق مكاتبين، أخونا أهل العراق مكاتبين. إي والله مكاتبين، ولي أغم بالسفر هاليوم عزم، صاحت يا ضوى عيوني ودليلي، يا ابو فاضل يا خويا قعد احكي لي، انا يا غم نطلع وياكم شفي لي، ويباري محملي وبيا يتوزم، دقيد على صدره وصاح يا اختي قومي بشيمتي وطلعي ببختي، والله اخيك لفد لعيونك مهجتي. آه من يدناج وبشف المحتم، من يدناج وبشف المحتم. طلعت زينبي وطلعت العلم، العيلة طلعا والضعا ينطوح دليل، والله لن تال الضعن صوت العليل، يا حاد الضعن بالله الحال يرحم، يا حاد الضعن وياك مخذوني، اي والله وحدي بهالوطن لا تخلوني، عقبكم يا غلي يعمى يا عيوني عليلة، والجسيم يلظم بالسم، نادى غل حسين ودمعته تسيل، يا بعد اهل سفرنا دربك طويل، يا ابويا انت عليله وجايه، يا والله جسمك ينحيه، وعلى المثليك يا ابويا السفر يحرم. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم كن اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الحديث كان حول
وظائف الأنام في غيبة الإمام، ما هي وظائفنا تجاه إمام زماننا صاحب العصر والزمان؟ قسموها بتقسيمات بفنون للصغير والكبير، ما ثقلوا علينا، ما قالوا روح ادرس فلسفة، روح ادرس عرفان، روح ادرس أصول، لا لا، أكو أشياء بسيطة طونا إياها، أنا وأنت، أنا وعائلتي، أنا وبيتي، أنا وزوجتي، أنا وزوجي، بالله شو نقدر نسوي بهذا؟ كلش بسيطات، لكن ما يحتاج الإنسان المثابرة عليها. قليل يدوم خير من كثير لا يدوم. فالإنسان لما يأتي إلى الوظائف خاصة البيت، البيت من الأم والأب، مو معنى أنه كل ساعة يكله طفل ويخلي مثلا دائما أنه كالمعلم يقف وينطي دساتير أو ينطي أوامر أو نواهي، لا، بل إنما البيت يحفظ بوجود الأم والأب بالتفاهم. هذا الشيء جت وحدة لعد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن عمي وأنا لا أرغب، أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويش؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأنا جئتك لأنه أدعي الإيمان، أنا مآمن بيك، فماذا تقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم إيش قالها؟ قال أنا أقول أمرك بيدك، أنت اللي تردينا وأنت اللي تشوفينا، أنت اللي تردينا وتشوفينا، هو ذاك هذا الطفل، رجاء رجعوا لعدي وفوق تلتزمون فيه رجاء. فالوضع اللي صار، قالت يا رسول الله من أين هذا؟ منين هذا الشيء أنت تقول به؟ قال هكذا أمرني ربي. قالت إن صبرت عليه قال جواري في الجنة. شوف النبي ماكو بعد والله خلنا نفكر خلي يجي الوحي، لا لا، هو الأصل. قالت إذن بمحبتك وبأوامرك وبشريعتك أصبر عليه. رد عليها النبي قال وأنا أضمن لك الجنة بجواري. فالشاهد التربية تعليم من الأبوين بالتفاهم يصير. لهذا أنا لما أريد أن أطرح قضية الإمام المهدي لعد ابني لعد بنتي للصغير للكبير، والله أنا أشوف إيش قد أنا وإيش قد زوجتي عندنا هالجهوزية هاي لهذا الباب. زين، لهذا من جملة الأشياء، وإلا بالله عليك شوف أنت الإمام الصادق سلام الله عليه، الإمام الصادق عنده كلمات للإمام الحجة، يخاطب الإمام الحجة بكلمات يعني الإنسان يذهل، الإنسان ما يدري شو يقول عليه، يقول ليش هيك هالقد إحنا ما واعين لعد هذا الباب أو ما نعرف هذا الباب، لماذا؟ شوف شو يقول الإمام سلام الله عليه، زين، يقول سيدي غيبتك أحزنتني. زين سيدي ومولاي الإمام الصادق، أقول له هو يمتى يجي بعد أخو مو مولود، يقول هذه حتى تتأدبون، أبان بن تغلب ومجموعة من الصحابة، يقول لما شفناه أولا لقيناه قاعد على الأرض، جالس على الأرض، جاثي على الأرض الإمام سلام الله عليه. زين، فيقول شفناه جالس على الأرض لابس له ثوب من هنا ضيق وما عنده مثل ما يقول من نانا شاكيت أو شيء، فحزين الوجه، عليه اصفرار، عليه غبرة، غبرة الحزن والمأساة. زين سيدي، أنت لما تقول هذا الشيء، أنت لما تشر لعد هذا الشيء وتقول هذا الشيء، زين هاي الأمور اللي تذكرها
منين هاي تقولها؟ ليش هاي تقولها؟ ما بك يا ابن رسول الله. قال إني أدعو الله لشيعتنا في زمن غيبته. الإمام الصادق شلون يعلمنا؟ أنه يقول كان جالسا سدير الصيرفي مع المفضل، ويا ريت أنه هنا إحنا ندرس رسالة المفضل. شوف لعد الأطباء إيش قدت فيه. رسالة المفضل تقريبا هي اللي تعد اليوم هي الأسس في معلمة علم التشريح للطب. بذاك الزمان الإمام سلام الله عليه كيف ينتهج التوحيد، يقول التوحيد يأتي من ثلاث مسارات. واحد من هذه المسارات الخلقة الجسدية اللي عندي وعندك، يشرحها الإمام بمفاصلها، بالأعصاب، بالعروق، بالعظام، بكيفية التركيبة، زين، ويشير إليها. يدرسونا يعني على نمط القديم بالحوزة، أكو دراسة كانت درسناها عند بعض الأساتذة، زين، وكان عندهم باع طويل في هذا الباب، والآن هم الحمد لله بعض العلماء موجودين في هذا الباب، زين. هذول المفضل، هذا المفضل أبو بصير أبان بن تغلب يقول تشرفنا بخدمته وكان جالسا على التراب وكان عليه جبة أو لباس خيبري، يعني الموديل ماله قبل يقولون هيك شيء، وكان باكيا كالإنسان المصاب بمصيبة ولده، ولقد أثر الحزن على وجهه الشريف والدموع تجري على خديه وهو يقول سيدي غيبتك أحزنتني، غيبتك نفت رقادي، غيبتك نفت رقادي، عجيب، وضيعت علي مهادي، الله أكبر، وابتزت مني راحة فؤادي. الإمام الصادق يقولها، زين، سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد. أكو فجائع تكون على الإنسان ما تخلص لا بيوم. أخوي مثلا، أبوي عزيز عندي توفى، سنة سنتين يقل، لكن أكو أحبة ما يقل. الحسين إيش كثر إلى كم سنة للحسين؟ ها، هم قل عنده مصابك، هم فيك ما تجي، هم فيك ما تحزن، هم فيك ما تتغير أيام محرم. فأكو مصائب عجيبة غريبة على الإنسان. يقول له سيدي غيبتك، غيبتك بس الغيبة مالتك، زين، شوف شلون يعلمنا الإمام سلام الله، غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد. هذا الباب لما نأتي إليه نرى أن الإمام أو الأئمة عليهم السلام كيف كانوا يعلمونا في هذا الوهاد وفي هذا النهج، أنه انتظار الفرج. سلام عليكم ورحمة الله. في انتظار الفرج واحدة من الأشياء اللي احنا كون لازم نعلم أطفالنا بيها. زين، شلون أعلم أطفالي؟ أكو أشياء بابا في انتظار الفرج. واحدة منهن هذا الدعاء، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك. هذا يعني إذا تقدر أو إذا تنسى علقه بالباب، حتى من تطلع من تدخل تشوفه. في روايات عندنا عن أحد بعض الأساتذة عن العرفاء يقول والله من كانت له مهمة حاجة وهي الحاجة ما تقضى، أو حالة أو مريض ويريد يتشافى، فليكرر هذا الدعاء دبر كل صلاة، خلف كل صلاة ثلاثة مرات. بابا احنا هاي عقيدتنا، هاي أمورنا، ما جايين نجيب مثلا، وهذا اللي نقدر نطيقه. زين، فأنت لما تجي لعد الإمام الحسين عليه السلام أكو كان ذكر لأصحاب الحسين، لما تجي لعد الإمام علي أكو ذكر للإمام علي. شوف ذاك اليوم أحد العرفاء عند حوار في درسه يقول كلمة يا علي جعلها الله ذكرا لمن يحب محمد وآل محمد. لما تجي لعد كلمة يا علي أو علي حتى فيها ترتيب، أنه بالليل لا تحط لها، حتى يقول لك لا تنادي، قل علي فيعد النداء، وبالنهار قل يا علي.
فلما تأتي إلى أمير المؤمنين عليه السلام يعطيك هذا. لهذا التزمت مجموعة من الصحابة أنه ذكرهم بعد كل صلاة في هذا الباب. هاي الأشياء اللي نسمعها من عن أئمتنا عليهم السلام، حس تجي لعد الإمام الحجة عليه السلام، أبسط شيء في غيبتي أعلم، أعود نفسي وأعود أطفالي أنه دائما هذا الدعاء قبل الطعام بعد الطعام، نرفع أيدينا اللهم كل وليك الحجة من الحج، خاصة في أيام محرم. زين، اللهم هون على قلب سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان هذا الحزن الأليم، هذه المأساة. ليش؟ منين تدري به؟ هو يقول لأندبنك صباحا، ها كمل، ومساء، ولا أبكين عليك بدل الدموع. بالله عليك، يعني شايف لك واحد من 1200 سنة أو 200 وكسور سنة يموت أبوه وإلى الآن يقل لأبكين عليك، لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع. يعني شلون يربطك الإمام الحجة بالحسين، والإمام الحسين يربطك بمن؟ بالإمام الحجة. شلون الأئمة تربطنا في مصيبة الحسين، ومن هناك يربطوننا في ساحة الانتظار لصاحب العصر والزمان عليه السلام. آل رحيم النجفي شيخ دارس ومتقي فقير، أصيب بقرحة، ما عنده فلوس يعالج نفسه، ما أظهر لعد عالم من العلماء، إجا لعد أمثال الملا والشيخ والحاج والمهن، قالوا له والله أبوي إحنا سمعنا أنه اللي يروح لعد مسجد الكوفة يبات 40 أربعاء أو 40 جمعة فإنه حتى إن لم يرى إمامه أو لم يتعرف على إمام زمانه لكن تقضى حاجته. ليلة الأخيرة 40ية من ليلة الجمعة يجي يقول أنا بذيك الليلة البرد كان شديد وكان دثيث من السماء، السماء تمطر لكن خفيف. زين، يقول وهذا البرد يأثر على صدري بحيث السعال جلكم الله يكثر عندي، فبس على يطلع دم. فقلت إذا أروح للمسجد ما عندي لا كلينكس ولا شيء اللي لا أنجس المسجد. يقول فبركت في زاوية من المسجد اللي ما هي شو اسمه، وقعدت هناك أكو مناقل يحطون، وناس إذا تريد تشعل نار تسوي لها شاي تسوي لها قهوة. يقولوا ذاك اليوم القهوة مالتي ما كانت تكفيني، شوية ظل قهوة عندي، قلت خلينا أسوي لي قهوة. يقول سويت القهوة، عملت القهوة، والظاهر يدخن أو أكو هناك دخان، يقول ردت أسوي لي سبيل. يقول وشوف العربي منك دخل من الزاوية الأخرى وقصدني، عرفت أنا كيف بعض الأحيان أشبع بطني. يقول أروح لعد أطراف النجف، أكو جماعة بأطراف النجف، أكو قرى، أكو جماعة معزبين أروح أن أضيفهم، فيطوني حليب أشرب، يطوني خبز اللي عدهم. فقلت هذا العربي اللي قاصدني هاي القهوة أخو راح تصير نصيبه هو، أنا ما عندي الليلة حتى قهوة ما عندي. زين، وشوية متألم، وليش جيت أنا؟ راد لي ما أجي الليلة، حالتي مو زينة، ما راد أجي. فقصة طويلة ملخصها، فيقول لما جاء إلي قال السلام عليك يا شيخ آل رحيم النجفي. تعجبت من سمعت اسمي منه، قلت حتما هذا من الجماعة لزورهم، من هذول العشائر اللي أزورهم ويكرموني يطعموني يطوني شيء. فاستحيت عملت له الدخان، قال أنت إلك هذا، أنا ما أشرب دخان، أنا ما أدخن. يقول جبت القهوة، شبيت القهوة من الدلة بالكوب بالفنجان وطيته إلى أخذه، فوصل إلى شفتيه الكريمتين، رجع إلي شوية أخذ منه مثلا، قال أنت تشربه، أنا أخذت منه مثل ما يقول لكن أنت تشربه. قلت له أنا شوي حالتي مو زينة وقاعد هنا لأنه اللي تشوفني. قال لي اشرب.
فلما شربت قال إن شاء الله الشفاء لصدرك، فلم ترى بعد هذا شيئا من السعال أو الدم. فما منتبه، قلت له أنت منين؟ من يا عشائر؟ قال من بعضها. قلت له من عشيرة فلان، من عشيرة آل فتلة، من عشيرة بني تميم، من عشيرة الخزرج، من عشيرة الأوس. يقول لي عارفهم واروح لهم. قال لي لا. قلت له كان منين انت؟ غلطت بكلمة، مثل هو يضرب، يقول غلطت بها. قلت له ما تريد جاوبني؟ لا تجاوبني. قال لي قل لي حاجتك شنهي، بس بابتسامة. يقول له واحد غيره ضربني كف، بابتسامة قال لي بابا حبيبي يا شيخ آل رحيم النجفي، شنو مشكلتك انت؟ قلت له وس انت ما عرفت عشيرتك يا. قال لي دع ذاك عنك، دع هذا عنك. من؟ ما بك؟ قل لي حاجتك. قلت له زين، وهسه من اقول لك يعني تسويها لي؟ قال لي ان شاء الله اساعدك فيها. نعم. يقول انا اهيجا بكلام مو زين، هو من يجاوبني يسلب عقلي وقلبي وكل شيء، الى ان شويه اخذت الادب. حرصت على ان اكون مقابل هذا الاعرابي، هذا العربي مؤدب سيدي. يا أبا صالح، هل تشوف العراق شلون؟ هل تشوف شبابنا؟ هل تشوف علماءنا؟ هل تشوف وضعنا؟ هل تشوف بلادنا؟ هل تشوفنا إحنا شلون؟ والله إحنا نحب ترى الأدب بين يديك، لكن الضغط اللي يصير علينا ما هو مال. شو أقول لك سيدي؟ رد علي ماسك، قال لك أنت من أي مطوطة؟ ضحك يقول. طيت القهوة شرب. قال لي والله أنا هذا السعال ما فكني. قال له هذا دواك، هذا القهوة اللي تشربها بعد ما تشوفش. قلت له الفقر من أول ما فقهت على نفسي إلى الآن الفقر. قال لي الشيخ آل رحيم الفقر هواي يفيدك أنت، أنت الفقر مناسب لك ما راح يروح منك. سكتت. قال لي بعدهم عندك حاجة ليش ما تذكرها؟ قلت لها. قال لي اذكرها. قلت له أنا أمشي بالحي، طلعت من المكان الفلاني بس عاد بيت أهل أو المدرسة، فأعجبتني فتاة كلما بعثت إليها يقولون أنت مريض أنت فقير. لا، المرض يسمح لهم لا. قال إن شاء الله بأبسط ما يكون وبأعجل ما يكون، بأسرع ما يكون هم إن شاء الله راح تتزوج وأنا لكم. ارتاحيت. قلت له هواية أنا مثل ما يقول تونست بقعدتك شوي، فيك تطول وياي؟ قال لي أنا شوية مشغول، لكن أريد أن أروح أزور مسلم بن عقيل. قمت. يقول وصلنا وسط المسجد، قال نصلي ركعتي تحية المسجد، كبر. أنا لما حطيت مثل ما يقول غراض وجيت وراء، لما لزمت النية، لزمت النية وانذهلت، أذهلت تماما، ما أدري شنو هذا الصوت، هاي تلاوة القرآن ما سامعها، ما سامعها من بشر أبدا، بحيث أنه أغيب وأرجع، أغيب وأرجع عن نفسي، ما أدري شني. يقول خلص الصلاة، جاءت هالة من النور فأحاطت به. خلصت أنا الصلاة، ما أدري كيف خلصتها، ومن إساءة الأدب أن أقطعها بين يديه. فقلت له أقسم عليك بمن غيبك عنا وبأمك فاطمة، وعدتني الروح لعد مسلم بن عقيل، وأنا هناك وياك عندي كلام سيدي. يقول مشيت والنور أمامي حتى وصلت. قلت له هذا شقد غريب مسلم بن عقيل سيدي ومولاي، شيعتك كلنا غرب. سيدي أنا أسأت الأدب إليك، سيدي أنا ما عرفت كيف
أكون معك. سيدي عندنا شباب، عندنا عوائل، عندنا ناس ما يعرفونك، ما نعرف شنو قدرك، ما نعرف. فبالله عليك إلا ما أتحفتنا بمعرفة منك في قلوبنا. لهذا لما نأتي بابا لعد إمام زماننا، إذا ما نعرف عنا شيء، إذا ما نعرف ليش، فنبتلي. لهذا الانتظار، انتظار الفرج، البكاء على فراقه ومصيبته. رجاء أن سمعوا هذه الأيام دعاء الندبة، شوفوا منين يبلش. يا ابن محمد المصطفى، يا ابن علي المرتضى، يا ابن خديجة الكبرى، يا ابن فاطمة الزهراء. شوف ايش قد يحط يا ابن، ايش قد ينادي بالبنوة، زين ايش قد ينطي النوبة يجي، ما يظل على الأوادم والناس فقط، لا، يا ابن ياسين والمحكمات، زين يا ابن الطور والعاديات، يا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، دنوا واقترابا من العلي الاعلى، ليت شعري اين استقرت بك النوى، بل اي ارض تقلك اوثرى سيدي. فالانسان لما ياتي الى امام زمانه منين تتعلم؟ تعال شوف، تريد تتعلم هاي الاشياء، تعال لعد ام البنين، تعال لعد زينب حينما جاءت الى الحسين، ما قالت اخوي ورا، لا لا، ولا يوم من الايام، ولا يوم من الايام لم تراعي حرمه الحسين. وهكذا الحسين، تعال شوف العباس اللي راح يجي مجلسه، بابا العباس منين صار العباس؟ بحرمته لامام زمانه. هسه شبابنا أكثر واحد يتقدم في هذا الباب ليس إلا هو المتقدم عند الله، مو بهاي الدنيا، إلا الذي له دور في معرفة إمامه. من يسمع شوف، هذه لما تجيب الدعاء وتخلي إيدك، كنت مرة بمكان شفت الإمام الرضا عليه السلام له رواية يقول: وإذا ذكر الإمام الغائب عندكم فضعوا أيديكم على رؤوسكم وطأطئوا بها إلى محل أقدامكم قائلين: اللهم عجل لوليك الفرج ثلاثا. اللهم عجل، زين ليش ما أعلم أطفالي بهذه؟ أنت تعرف شنو هذه؟ تعال لعد السيدة زينب، تعال لعد أم البنين، تعال لعد أم سلمة، تعال لعد أصحاب الحسين. ما واحد منهم يذكر أو يأتي الإمام الحسين إلا ويراه واقفا. العباس خلى اثنين من جنوده وأبنائه، هذول واقفين لازمين الراية والعلم قبال خيمة الحسين، خيمة العباس. هذول شنو شغلهم؟ واحد يظل لازم الراية، وواحد يركض للعباس يقول له: سيدي لقد خرج سيدنا ومولانا الحسين، لقد دخل. يعني بس يطل الأخبار أنه الحسين بالخيمة أو طلع من الخيمة، بمجرد أنه يسمع العباس يركض حافيا، يركض حافيا. زين، بالنسبة لعد السيدة زينب شوف، هاي الآداب اللي علمونا إياها. والعباس عليه السلام مو إنسان يعني، لا لا، العباس تعرف لما أمير المؤمنين في ليلة استشهاده قال: فليخرج الكل إلا أبناء فاطمة، الحسن والحسين زينب أم كلثوم، وبعد ماكو أحد. خرج أبو الفضل، أشار إمامنا أمير المؤمنين على الحسن والحسين جيبوه لا يروح. الإمام الحسين يقول له: إلى أين؟ يقول له: سيدي. أمير المؤمنين أمرنا بالخروج إلا أبناء فاطمة، غيرنا ما يكون. يقول له: وأنت ابن فاطمة؟ وأن أمير المؤمنين يقول: قولوا للعباس يرجع فإنه ابن فاطمة. شوف هاي الآداب اللي عندك، زين وين احنا عنها؟ زين اين نحن من امامنا الحسين عليه السلام؟ لهذا
البكاء على فراق الإمام، الإمام الحجة عليه السلام، له تأثير. تعال شوف البكاء اللي صار في المدينة على الحسين عليه السلام. مجموعة من أزواج النبي كانت ذاك اليوم، أحد علماء السنة يقول إن أزواج النبي صرنا على فرقتين، فرقة مع فاطمة وعلي وفرقة لحالهن. مبتشر هو أنه هذني الطرف وهذني ذن اللي كانت منهن أم سلمة. أم سلمة هاي صاحبة المعجزة أو الإعجاز الأكبر، أو صاحبة يعبرون عنها الوصية، وصية الكربلائية. أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تجي كربلاء 50 سنة، 51 سنة، عند وفاة شال لها قارورة، قنينة صغيرة مثل ما نقول شيشة صغيرة وبيها تراب. قال يا أم سلمة، قالت نعم سيدي. وذاك الزمان يقولون لما تزوجها النبي كانت أكثر من 50 أو 60 سنة عمرها، كبيرة كانت. زين، يقول الطاه القارورة قال هذا احتفظي بها يا أم سلمة، سنة 10 الهجرة توفى النبي، مو هيك؟ سنة 61 حدثت الحادثة في هذه القارورة. شبيها القارورة بها تراب من كربلاء. قالها احتفظي بها، فمتى ما رأيتي تبدل التراب دما فاعلمي أنهم قتلوا حسينا. يقول وبكى النبي بذاك قبل 50 سنة يخبرها أنه هذه القارورة راح تتبدل إلى دم، فإذا تبدل إلى دم فاعلمي يا أم سلمة أنه قتل حسينا. تقول بكى وبكيت معه، وأنا محتفظة بهذه القارورة وأزورها. إلى أن إجت هذه الأيام، إجت هي تركض، هي وأم هاني أخت أمير المؤمنين أم سلمة. يقول جاءها الحسين عليه السلام وأرجعها، قالها لا ماما أنت رجعي أنا أجي. ذيك يقولها لا خالتي أنت رجعي. زين، ليش هذا الشيء يصير؟ لماذا هاي الأمور صارت وحدثت؟ هل لي حالة؟ إن شاء الله نشوف السيدة الزهراء كيف تعرج على هذا الباب، وكيف في خطبتها تقول لا تكونون من هذولي. ليلة الأخرى عندنا أم البنين إن شاء الله، إذا إن شاء الله ما نسيت أذكر هذه القضية عن السيدة الزهراء سلام الله عليها. في مثل هذه الأيام اللي كان خروج الإمام الحسين عليه السلام، قبل الخروج الإمام الحسين سلام الله عليه كتب وصية يرد لمحمد الحنفية، يقول له سيدي أأنت بهذه الوصية؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول له لعد محمد الحنفية هكذا يقول: هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه المعروف بابن الحنفية، إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله. اليوم شي يقولوا لك الحسين، ولما أخذوا أهله شي يقولون؟ خارج عن الدين، يعني لم يقل لا إله إلا الله. أنت تعرف هاي المعاني أحسن مني. يتهم إمام محصوم بهذا الشيء، وهو شي يقول له؟ يقول له يشهد أن الحسين، هذه وصية الحسين، أن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أفلح من صلى على محمد. جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. هذني لما يجيبهن الإمام الحسين كلهن اتهم بها حتى يومنا هذا. اطلع على اليوتيوب وشوف شي يقول لك.
وإذا ما يقيم وزن لعد نبيه، يقول عصاي ونبيه، وهذه العصا أفيد من نبيه، أحسن من النبي أستفيد منها، شو تقول له هذا؟ فمن وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وشيعة أبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق وهو خير الحاكمين. في يقولون إجا عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الله أناشدك بالله أن تدخل في هذا الصلح وأن تترك الأمر لهذا الرجل يعني يزيد الذي حكم الناس بالبيضاء بالفضة والصفراء بالذهب، وأن تسكت كما كنت في أيام معاوية. فأجابه الإمام الحسين يا أبا عبد الرحمن إن من هوان الدنيا على الله أن يهدى رأس يحيى بن زكريا لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنه عشق امرأة واشترطت مهرها برأس يحيى أو رأس يحيى، وقتل يحيى وجيء برأسه إليها، أو قتل يحيى وجاء برأسه إليها، وأما رأسي فيهدى إلى يزيد بن معاوية ذلك البقي. شوف الوصية، ها هذه الوصية بعض الأحيان الإنسان يقراها ويمشي، بعض الأحيان لا، تشوف الشروح اللي إجت، تشوف العرفاء، تشوف الفلاسفة، تشوف الحكماء، تشوف أهل الفن، تشوف أهل البلاغة، تشوف أهل المعنى شلون يجوا. لهذا الإمام الحسين البارحة قلت لك هو حتى لو ظل بالمدينة هو يراد قتله. 6 أشهر الإمام الحسين لم يزر جده رسول الله، وإذا أراد أن يخرج يخرج بمن؟ بمجموعة من بني هاشم. هكذا هدد الإمام الحسين. زين، التهديد الآخر اللي صار بالقصر لما إجا لعد البيعة وصاح مروان البارحة ذكرت القضية، والتهديد الآخر في الطريق أيضا يقال بين مكة ومدينة، والتهديد الآخر في الطواف اللي شاكين السلاح حتى يهجمون عليه فد مرة، والتهديد الآخر اللي صار أنه لما خرج من مكة على بعد فراسخ إجا جيش جرار معه، والتهديدات التي جاءت في معسكر الحر هذه هم أيضا كن يكبل ويؤخذ الحسين أو يقتل لكن دفع الله الشر، والأخير اللي صار بحادثة كربلاء. هذه الأشياء اللي صارت في هذا الحسين عليه السلام ما كان عنده مجال. إجا الإمام الحسين عليه السلام خيرهم أن يذهب إلى اليمن، خيرهم أنه يدعوه لا يلزمون قدامه يروح لبلاد فارس. إجوا 18,000 في اليوم 17 أو 4,000 أو 5,000 من بلاد فارس ليخلصوه، شافوا ما ظل لا كربلاء ولا شيء بيوم 18 وين وهاي وين. قالوا إلا أن تنزل على حكم الأمير، زين، ومو معلومهم تسلم على نفسك. هذا الشيء اللي صار بالحسين عجيب غريب. بابا السيرة الحسينية فيها طاقات عجيبة غريبة تطل الإنسان بمجرد المطالعة، بمجرد الاستماع، بمجرد. لهذا عزم الإمام الحسين عليه السلام على الرحيل، عزم على الرحيل على أنه لا يرحل ما يظل بعد. زين، فمن هذا الباب لما عزم على الرحيل الإمام الحسين عليه السلام جهز الأجهزة العجيبة القريبة. المرحوم السيد الزنجاني من تلامذة السيد الخوئي، مع ما هو كبير كان بالعمر لكن يحضر الظاهر لجلالة السيد الخوئي، كان من تلامذة لأساتذة السيد الخوئي، كان ساكن بالكويت، كتب كتاب اسمه وسيلة الدارين، جمع تقريبا من كتب المقاتل اللي أنا شفت هاي كتب المقاتل بمكتبة الإمام الرضا عليه السلام أكثر من 700 مقتل موجود، كل واحد من الصحابة كاتب مقتل وكل واحد كاتب شيء يختلف عن الأشياء الأخرى.
حتى في وقوع الحسين، حتى في كيف، حتى في من كان يكتب حول ذي الجناح، حول فرس الحسين، أنه لما طاح منها ايش سوت هاي الفرس، وكيف كيف ناخت وانبطحت على الأرض حتى لا يعاق الحسين بما عليه من السلاح، حتى من يطيح لا تطيح على السلاح ويفوت أكثر. فشيء عجيب غريب يوصفونه. لهذا مسألة كربلاء بابا ترى ما اجت هيك عبط، والله طاح واحد وقام واحد ومثل، لا لا، اكو اشياء عجيبه غريبه قلت لك. فكتب من جمله الاشياء اللي كتبها السيد الزنجاني رحمه الله عليه، توفى قبل كم سنه، كتب شيء جدا ملفت، انه الحسين ماذا حمل معه، ايش اخذ منه. قلت لك ابن الزبير وابن عمر وابن ابي بكر عبد الرحمن قالوا له نخشى عليك من هذا، الوليد ويزيد، قالهم لا اخرج الا وكذا. فقالوا له زين اذا تريد تطلع وين تروح؟ قالهم اروح على مكه. قالوا باي جاده؟ قال بالطريق العام. قالوا له مولانا يودون لك جيوش ويضربونك. قال وانا جاهز لذلك. لهذا شال السلاح، مو انه ما شاء الله شال السلاح، الحسين شال السلاح، حرب هي جهاد، زين، جهادا إلى أن يرجع الوضع سلما، وإلا فلا عرض يصان ولا حما، فإن كان سلما أن نعيش وذلة فإن نرى طود الكرامة أسلما. فهذه تعاليم الحسين بكربلاء، ومن شايع الصبط الشهيد تعلما. فلما إجا يقول أنا بإحصائيتي، السيد الزنجاني يقول رأيت أكثر من 100 ناقة إلى 300، الظاهر اللي حافظ أنا أسأل ممكنها، لكن من 100 ناقة إلى 300 أو إلى 200 ناقة، هاي بس للماء، حمل الماء، حمل القرب، كل ناقة تشيل 450 إلى 500 كيلو، 50 طن تقريبا بس المي. يقول وللأواني، أوان الطبخ وغير ذلك، لما تجي يقول رأيت الحسين يحمل أو يحمل أكثر من 70 ناقة، هاي القدور والأشياء. يعني دولة طالعة، حكومة طالعة، جيش طالع، ما جاي والله لهذا. وإلا واحد يجي يروي الفوارس وخيولهم، الخيل وفرسانها، 1000 خيال و1000 فرس يسقيهم من ظهر الجمال، يا جمل هذا الهيتشيشي، ويقول لهم ورشفوا الخيلة ترشيفة، مو بس تطونها تشرب، خلوها هي بعد ما تريد تشرب، هي تمل من الشرب. لهذا جهز جهوزية تامة بأمر الله، الشيء اللي تدخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت أمور عجيبة غريبة، جاء لقبر جده، جاء لقبر أمه، جاء إلى قبر أخيه، ودع القبور وقال ما يجري عليه أو ما حوصر الإمام الحسين عليه السلام، زين، وركبوا. لما ركبوا صارت عوائق بالركوب في داخل البيت الهاشمي وفي برات البيت. أولا الهواشمي ياهل يروح يجيب زينب، أشار إلى القاسم، بني اذهب إلى عمتك زينب وقل لها إنا جاهزون. فهل هي جاهزة أم لا؟ فلما إجا يقول جاء القاسم سلام الله عليه، وقف بين يدي عمته، سلم عليها، قبل يديها، زين، وثنى ركبته جالسا على الأرض، قال عم جئتك بأمر من عمي الحسين، يقول قل لعمتك أن تذهب تجهز نفسها للخروج. قالت بني إني أريد كفيلا. تقدر اليوم تصير كفيل لعد زوجتك، لعد أختك، لعد أمك، لعد بنتك، لعد، يا إذا صرت هيك كفيل ترى عندك هذه ما أخذها منك، فتصير كفيل لعد زينب بنتها. شد قل أريد كفيل. قال عم أنا الكفيل،
أنا الكفيل. قالت أنت نعم الكفيل، لكن عندك أمك رملة، أنت أمك وياك، أنت كون تكفل أمك. رجع قال أين ولدي علي الأكبر؟ لبيك لبيك، ها أنا حاضر بين يديك، اذهب إلى عمتك وأتنا بها. جاء إليها، قبل يديها، سلم عليها، قبل عمتاه، إن أبي يدعوك للرحيل، قومي معنا. قالت بني أريد كفيل. قال أنا الكفيل عمة. أنت نعم الكفيل، لكن عندك أمك ليلى وأختك سكينة. ارجع. صح، أين كبش كتيبتي؟ أين كبش كتيبتي؟ أين حامل لوائي؟ أين العباس بن علي؟ صاح لبيك لبيك، ها أنا بين يديك، نور عيني، اذهب إلى زينب وقل لها إنا تأخرنا بالخروج، قل لها لكي تخرج حتى نسير. جاء إليها، أحست به، كانت ترتج الأرض من قدمه، قمر العشيرة. صاحت يا ضو عيوني ودليلي، يا أبو فاضل يا خوي اقعد احكيلي، أنا ياهم نطلع وياكم تشفيلي، ويباري محملي وبيت وزم. آه، دق يد على صدره وصاح، ويا أريدك تقول هذا البيت وصاح يا أختي، ها، دق يد على صدره وصاح يا أختي، قوم بشيمتي وطلعي بختي، قوم بشيمتي وطلعي ببختي، أخيك لفد العيونك مهجتي من يدناك وبشف المحك. طلعت زينب وطلعت العالم، طلعت العيلة طلعا والضعايا وين طوح دليلا وين تال الضعايا صوت العليل يحاد الضعايا وين بل الحال يرحم. يوم الذي راعش يشد الراحلة، أنوايش درا للحرم، جاب المحامل الليل. هلا بيك، حد لك الفارد وجحد مبتسم، طب ليعد زينب راعي المرجلة، عباس راعي المر، طب ليعد زينب مبتسم، عباس راعي المرجع، يا مهجة علي قال لها يا مهجة
الكربلة قومي نريد محملي. قالت لأخو يا محملي يا هو الذي يتكفى ابشري. قال لها عيناك ابشري أمرك نحب نتمثل أمرك نحب. قالت لنعم يا الظخور حلا بوجودك الممشى طلعان وعباسي حدي. عيدها طلعت وعب والضاع عن ضجه لاهل والضاع هائل. نزل كل ساعة عباسي ونزل يعدل محمل الحور صد ليل حسين وناشد بالفلش انهي نازل تكبير. قال يا اخويا نزلتي مدللة تدري بختنم ما تحمل الذل والهضم ما تحمل الذل فطنت على العزو العلا. آه 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 رتك يا عباس اتحضر من كربل يوم طلعت بلا رضعاني عيدها مقيدة والنوق صعب مغزل جفوفها سترت وجه جفوفها والدمعة على الخد سايلة والدمعة على الخد سايلة. فات الضعن مشامايا لكن بالركوب حدثت حوادث. جاء يقول الإعرابي يقول لما رأيت ما رأيت وينقل الكوفي أيضا يقول رأيت خرج شاب معه امرأة وهو يقول أزيحوا وابتعدوا عن الطريق. جاء بغام ثنى ركبة أركبها في محملها. سألت عن من هذا قالوا هذا القاسم ابن الحسن وتلاه آخر قمر آخر وهو يقول أذيدوا عنا وابعدوا. من هذا قالوا هذا شبيه رسول الله هذا علي الأكبر أركب بمن معه. ثم خرج وجه كفلقة القمر وككواكب السماء. من هذا قالوا هذا زين العباد علي بن الحسين. جاء بأبي وأمي أركب من كان بحوزته لكن العيون شرحبت إلى من خرج من بعدهم إلى العباس عليه السلام وهو يقول أنا ابن علي المرتضى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن صاحب اللواء أنا ابن صاحب السقام أنا ابن الذي طعن برمحين وضرب بسيفين أنا كفوا عيونكم. فهذه نجائب الوح هذه بنات الوح هذه بنات فاطمة.
أركب زينب ثنى ركبتم أركب غافي محمل غام ثم أركب أم كلثوم والعيال وهو يتفحص النياق والمحامل ثم قامت النياق ومشت وإذا بالصوت من ورائهم وأنا عند من خلفتموني تفت إليها لمن هذا الصوت الضعيف النحيل من هذه قالوا هذه فاطمة العليل صاحت أبا خذوني يا أبويا أسرج الخيل وحط فراش كم لو درك لليل يا أي والله تدروني أنا تدروني عليلة وجسمي نحيل وبعد كم ونيني طول ويعيل توسلت بغيام جاءت إلى علي الأكبر يا علي الأكبر دخيلا ياك أنت أخوي يا علي يا علي الأكبر دخيلا ياك خويا أنت أخوي أنت أخوي على جيتي وياك محشيلي ويا بوي هينش يا الأكبر صدق قالوا غيم تشي علي لبتكم تخلوهم يا تشي علي لبتكم تخلوهم بلا اخيت وبلا اخوي تخلوها بلا اخيت وبلا اخو تعوفوها وويلها مثل فضة على الامل حسبوها يا مثل فضة على الامل يا الحسبو يا اخويا روحي احكي ويا ابوي وقبله خله يرضى وياك روح الكربلة تخيل غيرتكم يا اخويا اخذوني حتى لو اكنيس خيام خلوني واويلام اخو لو ان خويا بلا نفع شفتوني يا الاخو وسط الدرب نزلوني ايوا زينب وعباس اخبر الحسين اخبره ولده فجاء إليها مسح على رأسها قال بني عهد معهود وين راحت؟ راحت لعد عمها العباس راحت لعد زينب اجت لعد أبوها الحسين لما أخبروا العباس احتضنها وهو يبكي قال بني أنا أتيك دعي أن يستقر بنا الأمر جاء الحسين إليها احتضنها بني حبيبتي إذا استقر بنا الأمر أبعث لك عمك العباس أو أخاك الأكبر أو القاسم يا أيست أيست من سمعت كلام وصاحت مودع بالسلام يا والدي راعي الشغام والله الليل أنا الليل بعدك ما أنام يا الليل بعدك ما أنام
طلب الطلبة هذه اللي دائما القراء وأهل الفضل يحكونه، قالت: أبا دعني أودع أهلي مرة أخرى، فإن نفسي تنعى وتقول إنك لا ترينهم بعد هذا. وين نزلت عليها؟ نزلت عليها الأخوات العمات، الكل إجت تركض إلها: فاطمة بنيتي ماذا؟ قالت: عمة بالله عليك توسطي لي عند أبي حتى. قالت: بني والله إن الأمر كيت وكيت، وإنما أمر به جدك رسول الله من أمر من قبل الله سبحانه وتعالى، فارجعي فإن شاء الله ادعي لنا حتى تستقر بنا الأمور ونأتي إليك، نجتمع بك، تأتين إلينا أو نأتي إليك. زين صاحت: أريد أن أرى الرضيع. إجت لعد أبوها شايل الرضيع، تقول له: أبا دع الرضيع يكون عندي. قال: بني كيف تفارقه أمه وكيف هو يفارق أمه؟ يقول: أخذت الطفل الرضيع، حنات حنات، وتقل له: خيعون اللي يشمك، انحنات وتقل خيعون اللي يشمك، وخيعون اللي يخلي القلب يمك، يا خويا فراق خيتك ما يهمك، وانا الفرقاق قلب انجسم نصين، ودعتهم وساروا. قل لي: يا نوق الشاي لك الهلي ولياي، من تمشين خل ممشاش بهداي بهداي، لا خلف الضعن يصعد هالعياي، ترى من شوفة أهلي والله، ترى من شوفة حسين وغلي تنحرم عيناي، بغت تنتظر أيام ليالي، لم تجد خبرا لم تسمع خبرا، كتبت رسالة إلى أبيغة: أنا عندي قلب ما يحمل فراق، والله عندي قلب قلب ما يحمل فراق، والشوفة الغياب مشتاق. قل لأبو يعقوب: فرق الأغل ما نمت ليلة، سهيرة ودمعتي بعيني هميلة، يا غلي مثل حالي علي، بلا والي بقيت بنزول غلغل، يا بلا والي بقيت بنزول غلغل، كل من يمر بس يسمع بشيغ، يا يبكي وينكسر قلبه علي، والله صغر صغر وفراق هلها وسقم بيغ، المثل هاي اللي يصبر غش يقيلها. جسمها نحل من شدة وجدغة، وحن الحالغة حتى ليضدغة، يا بهالحالة وبهالها أما العيد. لما مدري شلون لما انخاب ملغى، والله لما مدري شلون لما انخاب مال، آه
سمعت ضجة الناس اش صار انشدت قالوا رفعي الراس ابوك حسين اجا وعمك العباس واخوتك طبق والنسوان كيل دخلت الى البيت جهزت بيت غام ادخلت للبيت لما بشروق وفرش الدار عمها ودار بوغة ونصبت مغد عبد الله أخوغة ونصبت مغد عبد الله يا أخوغة ودموع الفرح ظلت تغلغم يا ودموع الفرح ظلت يا تغلغم. يقول لما وصلت إليها زينب في رواية أنه وصل كتابها إلى الإمام الحسين في اليوم العاشر رأت زينب رجلا على ناقته قال أغاذي خيام الحسين؟ نعم. أين الحسين؟ قالت ذاك هو. فناوله رسالة فاطمة العليلة رجع الحسين إلى الخيام باكيا أبا عبد الله ما الذي يجري؟ قال غاذقي رسالة ابنة فاطمة العليلة تقول أين أنتم تركتموني ولم تخبروني ماذا أجرى عليكم؟ نادت حين سمعت دقت الباب دقت الباب الف يا مرحبا وبردت الغياب يا الف يا مرحبا بجيا يا مات يا الغياب هلا يا حسين على بحسين ابوي وكل الاطياب يا وعلى بعمامي المامي يا هلا بعباس يا المامن مثيل يا زينب صاحت عليها اش تقولي اين جيتك فاجده كل خل الطيبين يا لا عباس رد سالي يا ولا حسين وحتى ام الطفل فقد الطفل غفك الباب عمه وشوفي ايش صار بعمتك يوم دولاب الدغر دار كل من شافني من قد الغبار مو زينب يقول ولا مثل اي كبدار روحتو محزون شدم بابا بيا بيا من عليلو درمانده مدینم بیا روزی که حسین از مدینه به سوی مکه و کربلا رفت یه دختر علیله ای را در مدینه جا گذاشت بمیرم دم در خانه بابا حسین می نشست هر که رد می شد ازش سوال می کرد آیا طرف عراق می روی یا دمی ناقه بر ناقه سوار بر اشتر سوار گفت من عازم عراقم نامه ای به او داد وقتی نامه رو به امام حسین رسوند فرمود این نامه از فاطمه علیله من است بگم خدا
صبری به این خانواده دادی، به حق این خانواده رسول اکرم که صبور و اهل مهنتن، قسم میدیم تعجیل در فرج آقا بفرما. فرمود زینبم، سکینم، ام کلثومم، رقیم، فاطمم، این نام از طرف دختر مریضم نوشته، پس چرا وعده ها را انجام ندادی؟ سراغی از من نگرفتید؟ منم مریض و تنها و علیل و در بدرم ای حسین من. خدایا به حق امام حسین همه ما را حاجت روا بفرما، بالنبی و آله، بفاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فيها، صل على محمد و آله، واحشرنا في زمرتهم، ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا، ارنا الطلع الرشيد والغر الحميده، واكحل نواظرنا بنظره منا اليه، عجل فرجه، سهل مخرجه، اوسع منهجه، اجعلنا من انصاره واعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه برحمتك يا كريم. من له حاجة قلدنا الدعاء، شفاء المرضى، فك الأسرى، أموات الحضور، تعجيل الظهور، رفع الهم والغم عن بلادنا، عن مقدساتنا، حفظ شبابنا، حفظ مجالسنا، حفظ حسينياتنا، سألين الله سبحانه وتعالى حفظ زوار الحسين، حفظ كربلاء الحسين، حفظ العراق، حفظ الحشد الجيش بالنبي وآله. رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.